أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. كانت الانتخابات التشريعية ولا زالت هي معضلة عانى منها الشعب العراقي كثيرا ومن تداعياتها، إضافة إلى مشاكل عديدة تزامنت مع هذه الانتخابات، وأقصد بالذات انتخابات 2018 من تزوير إلى سطوة السلاح إلى حرق الصناديق وغيرها من هذه التداعيات. واليوم بعد الوعود اللي قطعتها الحكومة الجديدة بانتخابات مبكرة ومفوضية الانتخابات، للأسف الشديد نجد أن التنصل من هذه الانتخابات المبكرة أصبح واضحا للعيان. البعض شو يقول؟ يقول أن 90% من القوى السياسية هي ما تريد انتخابات مبكرة، والبعض الآخر يقول لك هو السيد الكاظمي أساسا عند وضعه لهذا الموعد في حزيران القادم، هو لم يكن أساسا قانونيا هذا الموعد، ولم يتفق مع الكتل السياسية، وكان بمزاج السيد الكاظمي. بينما البعض الآخر يتجه إلى أن قوى المعارضة لحكومة السيد الكاظمي ستقوم بإقالة السيد الكاظمي باتخاذ تأجيل الانتخابات حجة عليه. إلى الآن التأجيل غير رسمي، يعني مفوضية الانتخابات بعثت بطلب برأي إلى الحكومة، لكن إلى الآن هو مجرد وجهة نظر سياسية وليس تأجيل. المشكلة وين؟ المشكلة أنه هل هناك تأجيل فقط إلى شهر العاشر، لربما أيضا سيؤجل إلى السنة الجديدة؟ هذه التساؤلات التي تطرح اليوم من قبل الشارع. شلون راح تصير انتخابات وإلى الآن كل الوسائل اللوجستية والقانونية لإتمام هذه الانتخابات لم تكتمل لها لحد هذه اللحظة؟ إضافة إلى إحنا الآن في مشكلة الموازنة، هذه المشكلة العويصة كل سنة، اللي هي ممكن اليوم أهم من الانتخابات، لأنه نريد رواتب ونريد فلوس، وعندنا الكثير من المشاكل اللي الآن معلقة بسبب هذه الموازنة. ملفات مهمة سناقشها مع ضيوفي من بغداد، النائب الشيخ عبد الخالق العزاوي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نائب عن محافظة ديالى. شيخ مرحبا بك وحياك الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام وزملائي اللي موجودين عندك. حياك الله. وأيضا من أمريكا الأستاذ رمضان البدران الباحث والخبير الدستوري. أستاذ رمضان مرحبا بك وحياك الله. حياك الله. خلي أبدأ وياك شيخ عبد الخالق، من المستفيد ومن المتضرر من تأجيل الانتخابات؟ قبل أن أبدأ بموضوع الانتخابات خلينا أسألك سؤال جوهري باعتبارك ابن ديالى وابن تلك العشيرة العريقة في محافظة ديالى وأيضا ابن مضيف. السؤال، هناك هاشتاغ انطلق العدالة إلى ديالى، هل فعلا اليوم ديالى تحتاج إلى العدالة، سواء عدالة في الموازنة، العدالة في كل شيء بما فيها العدالة الاجتماعية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والله يبارك فيك على هذا السؤال. يعني حقيقة ديالى مهملة منذ سنوات، منذ الدولة السابقة والدولة الحالية. ديالى للأسف على مدى الحكومات السابقة التي تعاقبت على سلم رئاسة الوزراء كانت التخصيصات لمحافظة ديالى قليلة جدا، لا تفي لإعمار وإعادة إعمار محافظة ديالى، وما جرى بعد أعوام الـ 14 والـ 15 والـ 16 كان خير دليل. لحد الآن عندنا بنى تحتية مهدمة، عندنا عوائل مهجرة، عندنا ناس بالمخيمات ونازحين، ولحد هذه اللحظة لم يعودوا إلى مناطقهم، على الرغم من أنه مؤشراتهم الأمنية سليمة ومدققة من كل الأجهزة الأمنية. ديالى استبشرنا خير في حكومة السيد الكاظمي، على اعتبار هناك خمس وزراء، أربع وزراء من محافظة ديالى، لكن لحد اليوم وأنا تكلمت مع زملائي اللي موجودين بالكابينة الحكومية على أنه على أقل تقدير إذا كل وزير يعني جلب فد مشروع مركزي كبير لمحافظة ديالى، فديالى تنعم بالخدمات. ديالى وضعنا الأمني ليس أفضل من الخدمي، الوضع الأمني أيضا
محتاج الى اعاده والى التفاته من السيد القائد العام للقوات المسلحه، على اعتبار كان هناك لواء الشرطه الاتحاديه لواء 20 عند تحرير مناطق ديالى من براثن داعش الارهابي، لكن بعد التحرير وديالى اول محافظه تحررت بعد التحرير تم سحب هذا اللواء، واليوم عندنا نقص في القطاعات. ديالى سابقا كان فيها الفيلق الثاني عباره عن ثلاثه فرق عسكريه، اليوم فقط الفرقه الخامسه وقياده الشرطه وباقي الاجهزه من الحشد العشائري والحشد الشعبي اللي موجود، لا تكفي ولا تسد مناطق والمفاصل المهمه في محافظه ديالى، ويعني لا يمضي اسبوع على ديالى دون شهداء ودون تعرضات ودون جرحى. نعم، طيب شيخ ارجع لي الى سؤال، من المستفيد ومن المتضرر من تأجيل الانتخابات؟ تفضل. يعني حقيقة هو المستفيد في الدرجة الأولى تأجيل الانتخابات الأحزاب السياسية اللي موجودة على السلم على الهرم رأس الهرم، المتضرر المواطن، المواطن اليوم يريد حكومة قوية، يعني مثل ما أوعدت الحكومة الحالية والحكومة السابقة والحكومة اللي قبلها واللي قبلها ببرنامجها الحكومي على أقل تقدير حصر السلاح بيد الدولة مثلا. كل الحكومات عندما تتلي البرنامج الحكومي أول فقرة أو ثاني فقرة هو حصر السلاح بيد الدولة، هو إعادة الإعمار، هو رفاهية المجتمع، هو زيادة الرواتب، هو يعني حقيقة تعيين العاطلين، تعيين الخريجين، إعادة المفسوخ عقودهم، كل هذا لم يحصل. واليوم المواطن عندك علم احنا بدون أمن يعني ما نحقق خدمات ولا يعني نتقدم حتى ولو شبر واحد. الأمن مرتبط بالخدمات، اليوم احنا السلاح المنفلت قوي في محافظة ديالى، هناك مناطق مسيطرة عليها من يعني قبل الأحزاب ومن قبل ميليشيا مسلحة، وللأسف الشديد ومناطق مسيطر عليها من قبل داعش، خلايا داعش الإرهابي ما زالت تصول في ديالى في سلسلة جبال حمرين، في منطقة زور المقدادية، في منطقة زور الشيخ بابا. وحقيقة المتضرر من تأخير الانتخابات هو المواطن وهو المجتمع. اليوم مواطننا ارتأى أن يذهب بالتظاهرات، والتظاهرات أيضا لم تحقق مطالب المتظاهرين، وإنما سالت أنهر من الدماء في جميع المحافظات للأسف الشديد. واليوم يعني حقيقة نتأمل أن تكون هناك انتخابات نزيهة ذات رقابة دولية، ذات رقابة أممية، ذات طابع على الأقل تقدير يحس المواطن أنه صوته رايح بالمكان الصحيح. نعم شيخ، يعني الرقابة الدولية الأممية هل تجدي نفعا برأيك؟ في الانتخابات الماضية أيضا كان هناك أمم متحدة ورقابة وغيره. لا حقيقة ما شفنا رقابة أممية في الانتخابات ال 18، الانتخابات الأخيرة ما شفنا هذه الرقابة اللي موجودة على أقل تقدير في محافظة ديالى. هسه ما أعرف باقي المحافظات إذا كانت أكو رقابة أممية، لكن ديالى ما بها هذه الرقابة. أيضا اليوم احنا عندنا يعني فاقدين لجزء مهم من مفاصل العملية الإدارية هو والعملية التشريعية هو مجالس المحافظات. إذا كانت مجالس المحافظات جمدت لهذه الدورة على اعتبار عبرة السن القانوني إلها، لكن واجب بهذه الانتخابات وواجب على المفوضية تحديد يوم للانتخابات المجالس المحافظات حتى على أقل تقدير معنية بخدمة المواطن ومعنية وقريبة على الشارع ديالى وباقي المحافظات. نعم، موضوع مجالس المحافظات ربما سأعود لك، قبل أن أنتقل إلى ضيفي ذكرت نقطة مهمة، يعني أربع وزراء من ديالى وأنتم مستبشرين خير، مو قبل بالكابينات السابقة يمكن كان لو وزير من ديالى لو ماكو، مو تمام؟ نعم طبعا نحن على تواصل يعني مع الوزراء، هم الناس يريدون يعملون ويريدون يحققون يعني خدمة لمجتمعاتهم، ومتعاونين معنا في كل يعني أروقة وكل مجالات المجتمع، يعني مواطن ديالى يستطيع الوصول لهم يعني بسهولة وبترتيب من النواب ومن الشيوخ العشائر، لكن هذه جعبة الدولة. اليوم لا تنسى الحكومة تمر بفترة بمرحلة اقتصادية قاتلة، مرحلة صحية قاتلة،
أزمة تقليل إنتاج النفط، أزمة خارجية، أزمة داخلية. فالوزراء هذا اللي موجود بجعبتهم. رغم هذا يعني مثلا السيد وزير الصحة ساعد قسم من يعني مناطق ديالى ونواحي ديالى بتوفير مستشفيات سريعة، وهذا الرجل مشكور على هذا الجهد. أيضا وزير الاتصالات يعني متفاعل، وهناك مشاريع تخص الاتصالات. لكن كل هذا وزير الزراعة أيضا، لكن كل هذا الحقيقة النشاط اللي عندهم لا يفي ولا يكفي ساحة ديالى، على اعتبار موازنة ديالى قليلة جدا من المخصصة من الحكومة الاتحادية. جميل، سأعود لك شيخ. أستاذ رمضان مرحبا بك وحياك الله. خلي أبدأ وياك من السؤال الأهم. دستورية إعلان السيد الكاظمي لانتخابات مبكرة، البعض يقول أن هذه الدعوة التي دعا إليها السيد الكاظمي هي أساسا دعوة مزاجية وغير قانونية، ولا أصح أن تأتي الدعوة من مجلس النواب عندما يحل نفسه وبعد ذلك يدعو لانتخابات مبكرة. تفضل. نعم، شكرا جزيلا للاستضافة، وتحياتي للشيخ الكريم والضيف وجمهور قناة الكريمة. حياك الله. إذا دخلنا في موضوع الدستور فهذا موضوع هو لب المشكلة، ولكن أتمنى أن تعطيني بعض الوقت لي تفضل نشرح ما هو المطلوب وماذا يحصل. العراق في نظام نيابي ونظام اتحادي. الحقيقة نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي. أما نظام الإدارة في العراق فهو نظام اتحادي. مشكلتنا في العراق أنه النظام النيابي عندما بني، والبرلمان هو روح الدولة وروح النظام وروح منظومة الحكم، أولا لم يكتمل، ثانيا بقي يتشكل بشكل خاطئ. في تفصيلة لم يكتمل، المجلس الأعلى الذي يوحد البلد هو مجلس المشرعين أو مجلس الاتحاد اللي نصت عليه المادة 65، وهو الرئيس الأهم في بناء الدولة والتفكير للدولة، هو يشابه مجلس الشيوخ أو الأعيان. هذا المجلس لم يشكل بحكم المادة 137 وأخذ دوره رؤساء الكتل والأحزاب. طيب، وبالتالي أصبحت لدينا نوع من المحاصصة، بدلا من أن تكون بين ممثلين من الأقاليم والمحافظات أصبحت محاصصة بين زعماء الكتل والمكونات. فمعاناة الشيخ الآن الكريم عندما يتكلم عن كل ديالة هو حقيقة يتكلم بروح الشيخ أو روح ممثل ديالة في مجلس الاتحاد أو مجلس المشرعين، لذلك هو شايل هم الديالة. لكن لو كان يتحدث بروح النائب أو بدور النائب أو وظيفة النائب ما حارب كل ديالة، هذا هو يكون جزء من وظيفته لو كان في مجلس النواب. طيب، يعني مجلس النواب دكتور هذه في حال لو كان العراق دائرة واحدة، بس الآن العراق قسم إلى دوائر فهو مضطر يتكلم عن دياله. بينما لو ترجع إلى المشيخة فالعزة من البصرة إلى الموصل. وأكرم وأنعم، لكن أنا مو جاي أنتقد، جاي أحلل. نعم، دستورياً تفضل. يتم العمل، ولذلك من دياله يجب عن كل 100,000 نسمة يخرج نائب بالعين، مو بالعدد، بالعين. يعني كل 100,000 نسمة سكانهم أطفال وصغار ينتخبون نائب وتكون لهم دائرة انتخابية واحدة، هذا النائب ما يشتت جهده، يكون عامل على 100,000، وبعد 4 سنوات يقررون إن كان يصلح أو لا يصلح أو يستبدلونه. طيب، أما على مستوى ديالة فممثلين من في مجلس الاتحاد، هذا لم يحصل في مجلس النواب. نعم، وبالتالي احنا أمامنا الحالة الأولى أنه مجلس النواب اللي هو أعلى صيغة في البلد لم يتم انتخابه وفق ما بما يلبي تمثيل حقيقي ومباشر للناس. هذه أول مشكلة. طيب، انتقلت المشكلة من العراق دائرة واحدة إلى العراق دائرة محافظة، كل محافظة دائرة، إلى الآن كل 4 دوائر جمعت بدائرة واحدة. شنو المشكلة اللي راح تبقى عندنا وما راح تتغير وما نتوقع أي إصلاح راح يكون؟ أنه المواطن راح يكون أمامه في الدائرة 4 نواب. طيب، ما يعرف يروح لمن، وبإمكان 4 نواب أنه أي واحد من عندهم يتنصل من عنده. القضية الثالثة، هناك نائب شريف وساعي مجاهد يضيع جهده ويا ذول الأربعة، وبالتالي عملية يسمونها lack of representation، أكو عندنا حجب في التنفيذ. ما يصير النائب يجب أن يكون أمام 100,000، لأنه النائب وظيفته شرعية وليس تشريعية،
يعني شنو شرعية؟ مثل أنت ما تروح للكاتب العدل وتوكل شخص نيابة عنك، لازم بالاسم، ما تقول أنا أوكل هؤلاء الأربعة. القاضي ما يقبل هذا الكلام، يريد واحد حتى نعرف هذا مين تصرف قانوني. إذا عندنا مشكلة في بناء الدولة، أول هذه مسألة. المسألة الثانية أنه هل يجوز للبرلمان حل نفسه؟ نعم، البرلمان حل نفسه عندما وافق على انتخابات مبكرة ووضع نظام انتخابي، هو حقيقة وافق على حل نفسه ووافق على إجراء الانتخابات. ولكن هل يجوز في النظام النيابي أن يحل البرلمان نفسه؟ الجواب لا، لأنه هو النظام النيابي أعلى سلطة فيه هو مجلس النواب، وأعلى سلطة به هي البرلمان، فما يجوز يحل نفسه لهذه الأسباب، أنه تقصير لدى الحكومة التنفيذية البرلمان يحل نفسه. لكن إحنا نسير في العراق على العرف السياسي وليس على المسار الدستوري. نعم. المسار الدستوري مختلف تماما، وهذا هو عرف سياسي أنتجت توافقات سياسية من 2005 إلى الآن، ولذلك إحنا مضيئين المشيتين. نحن ماشيين على الدستور ومكملين نظام البناء السياسي حتى المواطن يعرف منه النائب مالته ويعرف يدق بابه 4 سنوات ويتحاسب وياه، واما يكرمه او ما يكرمه. نعم. بالتجديد. المشكله الاخرى الموجوده عندنا الان انه الانتخابات هل تزور؟ يخد تزور. انت اذا عندك نائب راح يوقف 4 سنوات محاسب امام 100,000 مالته، ياخذها بالسلاح، ياخذها بالديمقراطيه، ياخذها بالتزوير، هو بالاخير مو مهم يوم الانتخاب. اللي همنا 4 سنوات راح يقف مسؤول امام دول 100,000. فاذا هو هيك رجال وماخذ حقوقهم ورايح عليهم زايد، فهذا صوت المجتمع. هذه هي النقطه المهمه اللي احنا ما جاي نوصل لها. اذا ما كل نائب يمثل 100,000 نسمه، كل هذه الاصلاحات سوف لا تجدي. الانتخابات ليست غايه بل وسيله، ومهما نزهت ومهما صلحت بالاخير هي يوم وينتهي. العبره بال4 سنوات، هذا النائب كيف سيقف مسؤول امام ناسه. نعم. طيب الآن دعوة السيد الكاظمي اللي ذكرت لك إياها، الكثير يقول أنها غير قانونية. هو لم يدعو في الحقيقة، هي الدعوة جاءت من البرلمان قبلا، وهو مجرد أنه كجهة تنفيذية يتوجب عليه تنفيذ اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإجراء الانتخابات، وبالتالي هو في الحقيقة وجوده في هذا الموضوع هو تنفيذي صرف. التشريع صدر من مجلس النواب، وبالتالي امامنا مجلس النواب ان لم يحل نفسه فهو قادر. الان مجلس النواب اذا يتفق على الغاء الانتخابات من حقه، لا توجد سلطه على مجلس النواب. طيب. بامكانه ياجلها، لا توجد سلطه عليه، لا رئيس الجمهوريه ولا رئيس مجلس الوزراء. فهي القضيه تبدا وتنتهي في السلطه التشريعيه، هذا نظام برلماني نيابي. نعم. وبالتالي مجلس الكاظمي مهما يصرح هو قد لا يتجاوز دوره، المطلوب فقط من عنده انه ينفذ ما يقره البرلمان، وبالتالي أنا أعتقد مهما تكون تصريحاته هي ليست ذات قيمة بقدر التنفيذ لا أكثر. نعم، جميل، سأعود لك. شيخ، خلي أعود لك بسؤال. طبعاً القوى المعارضة لإجراء الانتخابات وتخشى إجراء انتخابات مبكرة تخاف من عدة أشياء. أولاً مشاركة المقاطعين للانتخابات والسلاح المنفلت، وهناك تراجع واضح لشعبية بعض الأحزاب السياسية التي عملت في الفترة الماضية. وأيضا البعض يقول أن 90% من الكتل السياسية متفقة على تأجيل الانتخابات ولا ترغب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. اليوم أنتم شنو موقفكم في الجبهة من موضوع تأجيل الانتخابات وإجراء الانتخابات في شهر العاشر؟ تفضل. يعني حقيقة كوضع عام، يعني أعتقد أنه المفوضية هي المعنية، لكن المفوضية اليوم غير مهيئة لإجراء انتخابات مبكرة. يعني الشهر السادس، يعني ما بقى له فتشي قليل، 5 أشهر، ما أعتقد راح تستطيع دون تحديد ميزانية للمفوضية ودون ذكر هذا الموضوع بالموازنة، طبعا يتخصص بالموازنة، أعتقد صعب على المفوضية إجراء انتخابات مبكرة. أيضا إحنا كمناطق محررة أعتقد أغلب المحافظات غير مهيئة، مثل ما ذكرت لك أنه وهذه المحافظات ممثلة من كتل سياسية موجودة، سواء كانت الجبهة أو المشروع العربي أو تقدم وباقي الأحزاب، غير مهيئة على، لأنه لحد الآن عندنا نازحين، واليوم اصبح على، يعني حقيقه على المعيب على الحكومه
من المعيب على الحكومة أن تكون هناك نازحين وخيم نزوح ومهجرين وعدم إعادة إعمار المناطق المحررة لغاية اليوم بعد 7 سنوات من التحرير. يعني هذه فد مشكلة تواجه قضية المحافظات، تواجه قضية الانتخابات. زين التحديث اليوم، التحديث البايومتري، هل هناك ساحة مهيئة للمفوضية للتحديث؟ يعني احنا قمنا نعمل ب يعني سلطاتنا الاجتماعية، موقعنا الاجتماعي العشائري، جزء من المناطقي، على جلب المفوضية الى هذه المناطق للتحديث البايومتري وادخال المواليد. هذه كلها ظروف تؤدي الى تأجيل الانتخابات. بعدين موعد 6/6، من المتفق على هذا الموعد؟ اعتقد انه السيد رئيس الحكومة، يعني اقدر يعني استطيع القول انه استعجل بهذا القرار، واتخذ قرار ارتجالي فردي دون الرجوع الى تصويت يعني مجلس الوزراء او الرجوع الى البرلمان بتحديد هذا اليوم، او على اقل تقدير الاتفاق مع الكتل السياسيه. اليوم احنا ما نقدر نلغي دور الكتل السياسيه اللي موجوده واللي تشكلت الحكومه على اساسها بيوم وليله اجي اوفر جو ديمقراطي ذات شفافيه عاليه وانهي هذه الكتل وانهي اراءهم. طيب الان خلي أسألك سؤال جوهري، أنتوا راضين على تقسيم الدوائر في ديالة من الأساس؟ اليوم أنت كنائب عن ديالة، مقتنع بالتقسيم اللي صار للدوائر؟ طبعاً أنا كشخص يعني قدمت على أن يكون إنه العراق دائرة انتخابية واحدة، وإذا ما طبعاً هذا الخيار صعب يتحقق، وقلت ديالة تبقى دائرة انتخابية واحدة. لديالة عراق مصغر، ديالة فيها من كل القوميات والطوائف، ديالة يعني المفروض محض احترام وتقدير من الحكومة المحلية على اعتبار أول محافظة تحررت بجهد أبنائها، بجهد تظافر ولدها، خاصرة العراق، سلت الخبز لبغداد. هذه كلها الحكومة ما أخذت بها وقسمت، يعني صار اتفاق على تقسيم ديالة إلى دوائر الأقضية ودمج قضائين اللي هم المقدادية وبلدروز. واعتقد اليوم هذا اللي يعني كل المحافظات تم تقسيمها، ديالها حالها حال المحافظات. كسياسيين يعني سكتنا على هذا التقسيم لانه نشوف انه كل المحافظات تم تقسيمها، قسم من المحافظات طبعا على الاهواء والاراء للكتل السياسيه تم التقسيم. واليوم دياله مقسمه بهكذا شكل كان بها ونعم، لكن المفروض ان تكون عدم ضغط على الجمهور بالمرتبة الأولى. يعني أنا زميلي أسمع، ما الصوت كان يقطع تماما فما سمعت، يقول 100,000 المفروض يمثلهم نائب سواء كانت بشفافية أو بقوة السلاح أو يعني حقيقة. هذه اليوم وين الديمقراطية وين حرية الرأي وين الشفافية باختيار من يمثلني أنا؟ يعني كمواطن اليوم أريد أنتخب، كيف أنا أنتخب إذا السلاح المنفلت فوق رأسي؟ كيف انتخب اذا منطقتي شبه محتله؟ كيف انتخب اذا نازحيني بعدهم بالمخيمات وبعدهم بالقرى وبعدهم؟ وهذا واجب الحكومه، واجب الحكومه ان تصلح ما افسدت الحكومات السابقه وتهيئ ارضيه وجو للانتخابات ذات عداله وذات شفافيه. نعم شيخ، القوى السياسيه، القوى 90% من القوى السياسيه لا تريد اجراء انتخابات في الوقت الحالي، غير مهيئة قواعدها، الجماهيرية غير مهيئة، ما عدا كتلة أو كتلتين ممكن هي تدفع بهذا الاتجاه. ربما بعدين راح أجيك على موضوع البايومتري والتزوير والبطاقة الإلكترونية. لا، الكتل السياسية يعني حقيقة متفقة، يعني مو أنا كلها مرتبطة قضية بقضية. كانت يعني التظاهرات والتظاهرات التشرينية وساحات الاعتصام والتظاهر تنادي بانتخابات مبكرة. عندما انتهت قضية التظاهرات وتلبية طلبات المتظاهرين واللجان التحقيقية بالدماء التي سالت، أصبحت قضية أقل، قضية الانتخابات المبكرة أقل حدية مما كانت في سابقاتها. اليوم ككتل سياسية، نعم هناك كتل ترتئي ان تكون الانتخابات في موعدها المحدد اللي هو 6/6 على ما حدد رئيس الدوله، لكن اغلب الكتل ترتئي التاخير على اعتبار انه المفوضيه غير جاهزه ولم تعلن
عن جهوزيتها لإجراء انتخابات مبكرة. وأيضا قد يكون الكتل السياسية غير مهيئة وعلى لملمة أوراقها وعلى لملمة يعني إعادة أو تعويد المواطنين إلى مناطقهم بالنسبة للمحافظات المحررة. أنا أعتبر هذا الشيء ضروري جدا ومن الضروريات الضرورة الملحة على إعادة النازحين على أقل تقدير. وهذا أبسط حق من حقوق النازح، أنه إحنا هملناه كل هذه السنوات. اليوم إحنا بعد ما الدولة أصبحت قائمة ودولة جديدة وحكومة جديدة وتستطيع أنه تلبي حاجات المجتمع، المفروض تعود النازحين. إذا كانت هناك يعني قضايا أمنية عالقة أيضا المفروض تبناها الدولة، مثل ما تبنت قسم من الوزارات حل المشاكل العشارية، وتدخلت الوقف السني والوقف الشيعي بحل قسم من المشاكل العشارية، وعودت قرى بكاملها بقضايا بجلسات بسيطة. نعم جميل، سأعود لك شيخ. أستاذ رمضان أعود لك، يعني أكو نقطة ذكرها الشيخ عبد الخالق في المداخلة السابقة، ذكر سطوة سلاح وميليشيات وداعش ونازحين، هذه كلها في ديالة زين، وانتخابات، شو راح يصير انتخابات ويا هذه المشاكل الأربعة أو المعوقات الأربعة؟ تفضل. طبعا هذا هو الأمر الواقع، ولذلك أنا بس أقول الديمقراطية مو قضية نرجسية وقضية ترف سياسي. الديمقراطية أكو قوة لدى الشعب تريد هذه القوة تصل إلى مصدر السلطة وتمسك بالسلطة وتبقي ماسكة بالسلطة لأربع سنوات. هذا هو مفهوم الديمقراطية، مو مفهوم الديمقراطية تلطف من الحكومة أو تلطف من القوى السياسية أن تمنح فرصة للشعب يمثل نفسه، العكس تماما. وبالتالي أما النازحين فلو قسموا على كل 100,000 نسمة أينما يكون نازح في أي مكان على الكرة الأرضية سيصوت على نائب يمثله في منطقته، وهذا النائب يبقى يتابع شأن هذا المواطن أينما كان في منطقته أو في المخيم أو حتى لو خارج الدولة. هذا الترابط والترابط الجدلي والوظيفي اللي يخلق وظيفة حقيقية للنائب، هذه أولا. ثانيا، هناك ميليشيات والسلاح ممتلك. هم الميليشيات بالأساس منين؟ هم تركينهم أبنائنا، وبالتالي أنت إذا تحط لك 100,000 نسمة وتقول لهم يابا يا 100,000 نسمة هذه دائرتكم وتطلعون نائب من عندكم، هذه الميليشيات لا تستطيع مواجهة 100,000 نسمة. 100,000 نسمة ليسوا أناس يعني سهلين أنه 100,000 نسمة يتنازلون عن حقوقهم وتجي ميليشيا وتأخذ الصندوق. هذه قضية يجب أن نخلق توازن بين قوة الشعب وإمكانات الشعب وهذه الميليشيات المارقة اللي هي أعدادها عابرة. ثلاثة، داعش هو أيضا البؤر مالته لما جاي يكونها، ماكو مراقبة حقيقية محلية للوضع الأمني، لأنه الوضع الأمني ماكو سلطة. يفترض أنه أكو مجلس محلي، يفترض أنه يكون مجلس قضاء، يفترض أن يكون مجلس محافظة، هذه كلها أجهزة مباشرة تتعامل مع المواطن من أجل تنقية الأجواء الأمنية والمعيشية. إذا كل هذه المجالس ضربت، يعني مجلس الناحية صار مجلس يوزع نفط أبيض ومجلس المحافظة يعطي تأييدات ويوزع مقاولات، مو هذا هو الدور الوظيفي؟ ما عندنا مجلس محافظة مجمد والمحافظين يسرحون ويمرحون. أحسنت، هذا مو هو هذا النظام. لو نريد ناخذ الدستور كباقة واحدة ونروح على كل بناء، لو نريد ننتقل من الدستور فقط عملية تشكيل سلطة يتقاسمها رؤساء الكتل والأحزاب، فخلونا نكون واقعيين أكثر. يعني احنا ذهبنا إلى دكتاتورية متعددة الأطراف وكان عندنا دكتاتورية واحدة. أما قضية أنه هل أما داعش، قلت لك لا داعش ولا غير داعش يستطيع أن يسيطر المجتمع العراقي، مجتمع حي وواعي وحريص على حياته، لكنه يعطي فرصة أن ينظم نفسه، يعطي فرصة أن يتابع شؤونه. إذا مجلس الناحية ما من حق ابن الناحية تجي له موازنة يبلط له شارع، لو يسوي له مجاري، لو يجيب رحلات للمدرسة، وأنت ببغداد تعتقد أنت الوصي عليه. ومجلس القضاء ما من حقه يربط له شارع بين ناحيتين، ومجلس المحافظة تحول يعطي تأييدات ويتقاسم مقاولات. مو هو هذا المفهوم الصحيح. ترى ديالة مرحلة معينة قدمت على أقليم وكان هو هذا أنضج ما يكون، لكن المالكي تعسف كثيرا وآذاهم كثيرا ولم يقف أحد معه. يفترض النظام الاتحادي إن لم يتم تحقيقه على الأقل المركزية اللا إدارية، ما يصير محافظ تنطيه مليارات وملايين وتقول له تصرف وأنا ببغداد أتابعك.
وانت متابع الوزير ببغداد حتى تتابع المحافظ. وبالتالي يا اخواني يا اعزائي لو نبدا بدايه صحيحه ادنى مطلب الانتخابات المبكره اصلا مطلب خاطئ ومطلب غير ناضج ومطلب غير واعي. انت شنو الهدف جاي تتعارك في البرلمان حتى تحرم من سنه رواتب لو تريد تصلح وضعك وضع البلد وتعيد العمليه السياسيه الى مسارها؟ هذا كل المطالب هي حقيقه مطالب انفعاليه، مطالب تطرح المشكله ولكنها غير موفقه في البحث عن مسار حل صحيح. انا اعتقد فرصه الدوائر الانتخابيه كل 100,000 نسمه وتشكل مجلس اتحاد ياخذ دور ممثلين من كل محافظه 2 أو 3 رجلين وامراه مثلا بدلا من رؤساء الكتل والاحزاب. اذا ما صير هذا البناء للسلطه التشريعيه العراق لا يمكن ان يطلع من هذه الازمه. طيب. لا يمكن. طيب دكتور خلي يعني الان انت هناك يعني الكثير من يتحدث عن دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية أيضا لأقل تكلفة أيضا، لأن عمل المحافظين أصبح بدون رقابة ولهذا المحافظون يسرحون ويمرحون ويلعبون بميزانية المحافظات كيف ما يشاءون. شنو رأيك؟ هذا صحيح، يجب أن تكتمل انتخابات كل المجالس المحلية، يعني لا نستهون مجلس الناحية أو مجلس القضاء ويجي واحد يقول هذا ترهل، أنت جاي تمنح للنائب امتيازات زيادة. النائب ما له امتيازات، النائب هي عملية تطوعية، 5-6 أشخاص من وجهاء الناحية يرشحون وتنتخبهم قراهم وناسهم ويصيرون مجلس ناحية يتابعون مدير الناحية، وهكذا القضاء بل حتى المحافظة، مو شغلة يوزع مقاولات وفلوس كلها بيده ويتلطف على قضية والنواحي. هذا غير ممكن. المجالس المحلية هي مو ترف سياسي لو قضية كمالية، هي مطلب. أنا إذن الناحية وأريد تنجز إلي شغلات، أنا ما أنتظر بغداد وزارة التخطيط تتلطف علي، هذا ظلم. هذا ما في شيء اسمه العراق موحد، أنت تحط الفلوس المال والنفوذ ببغداد وتقول أنا بدي أوحد البلد. أنت ما جاي توحد البلد، أنت جاي تحول المال والنفوذ قوزي وألف واحد جاي يتعارك عليه، هذا ما يصير. يجب أن توزع السلطات ويجب أن تبنى السلطات حتى يبني نظام، ما يصير تبنى نظام من هذه الفوضى وهذه الاجتهادات ابدا. نعم. هي مطلوبه يعني. طيب. كل مجالس، مجلس الاتحاد كسلطه عليا، مجالس المحافظات، مجالس الاقضيه، مجالس النواحي، كلها مطلوب انتخابها باقه واحده حتى تكتمل سله البناء نظام الحكم والاداره في العراق. نعم تمام. بلا عدا اجتهادات ومضيعات وقت. جميل. خلي اعود بهذه النقطه للشيخ عبد الخالق. شيخ عبد الخالق، الدكتور رمضان البدراني يقول لك اليوم يجب علينا أن يكون هناك مجلس اتحاد مركزي منتخب ومجالس محافظات، مجالس أقضية ونواحي، وتكمل بنية الحكومة بناء صحيحا. لهذا احنا نجد اليوم أن المحافظين يعبثون بمقدرات المحافظات كيفما يشاءون بلا حسب ولا رقيب. اليوم انت كنائب شيخ ما تقدر تحاسب حجي مثنى التميمي لان انت مالك سلطه عليه. تمام شيخ لو مو تمام؟ تفضل. لا لا هو مو بهذا القياس. نعم. طبعا التجميد اللي اتخذ بتصويت برلماني القرار يعني شرع قانون انه البرلمانيين اللي موجودين في كل المحافظات هم ياخذون دور مجالس المحافظات زادا الى دورهم التشريع الرقابي. طيب. لكن اغلب المحافظات ليس يعني عليها رقيب للاسف، كانت مجالس المحافظات مأدية دور كبير. التجميد لانه سنواتهم زادت، الظرف اللي مر به البلد يعني تجاوزت المده القانونيه. ضرب يعني محافظات محرره مهجره، ضرب اقتصادي قوي. طبعا بالمناسبه اني صوت يعني جدا ضعيف يمي فما اسمع مداخلات الاخ الجميل الدكتور، لكن نعم. اسمع سؤالك جزء منه. اليوم اليوم نعم واجب على ان تكون الانتخابات في يوم واحد او في اسبوع واحد، انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب. مجالس المحافظات عودتها الى المحافظات يعني مو فقط مهم جدا، لانه اليوم هذه المجالس بالفعل حسينا بفقدان فشيء كبير للرقابه للتوجيه. نعم قد تكون هناك مجالس فشلت في اداء دورها، لكن مجالس ناجحه ودورها الرقابي واضح جدا ودورها الخدمي واضح جدا.
فعودة المجالس اليوم بانتخابات نزيهة هو شيء مهم، وأيضا مطلب من مطالب الكتل السياسية ومطالب الجمهور. نعم. طيب شيخ، نعم. أنت ذكرت لي نقطتين مهمة بالمداخلة السابقة، موضوع إعادة النازحين وأن هناك قضايا أمنية عالقة كثيرة. إعادة النازحين كم باقي من محافظة ديالى إلى الآن لم يعود، خصوصا أكو مخيم أعتقد في خانقين أو غيرها أغلق مؤخرا، والبعض قال أنه أغلق يعني قسريا وكانت العودة إجبارية للنازحين. يعني أنا يعني على مستوى الصوت يقطع، بس اللي الجزء اللي فهمته من السؤال، نازحين عندنا في شمال المقدادية لحد الآن اللي عادوا في قرى سنسل والتايهة والعالي، وتقريبا 50% منها لم يعود. عندنا المقدادية تحديدا في كل النازحين أكثر من 51% لم يعودوا إلى مناطقهم. ليس هؤلاء ليسوا فقط في مخيمات النزوح، وإنما اللي أجر له بيت واللي شاف له مكان، اللي قعد في كلار في خانقين، يعني أغلبهم خارج ديالهم لكن لم يعودوا إلى مناطقهم. عندنا في ناحية العظيم السد العظيم عندنا قرى أبو بكر لم تعود لحد الآن قسم منها، وعندنا أيضا قرى البطراز لم تعود قسم منها، وهؤلاء مدققين أمنيا وننتظر الإشارة لعودتهم إلى مناطقهم. وعندنا قرى بني زيد في كنعان، هؤلاء مهجرين منذ سنوات 2006 و2007 ولغاية اليوم هناك مشاكل عشائرية عالقة، المفروض اليوم الدولة تتبنى هذه المشاكل لإعادة هذه القرى إلى مكاناتها وإلى أراضيهم وإلى دورهم، وهي أكثر من 17 قرية قرى بني زيد وجلولاء، عندنا قسم من قرى الكروية وقرى العزل لم تعود إلى مناطقها. فهناك مناطق يعني أكثر من هذا العدد موجودة في محافظة ديالى وباقي المحافظات. أنا من أتكلم على كل المحافظات اللي لديها مهجرين، لكن ديالى على اعتبار عندي تفاصيل هذه المناطق. نعم. طيب هناك قضايا أمنية لا زالت عالقة في محافظة ديالى أيضا ربما تمنع من انتخابات نزيهة. كيف السؤال؟ هناك قضايا أمنية عالقة في محافظة ديالى تمنع من انتخابات نزيهة؟ طبعا يعني اكو قسم من المناطق الحشود اللي موجودة بها تأثر على هذه المناطق. يعني عندنا مناطق بيد الجيش، مناطق بيد الحشد العشائري، ومناطق بيد الحشد الشعبي، وهذه تأثر وأثرت في انتخابات ال 18، أثرت على مناطق بكاملها. يعني مناطق بكاملها قد تكون مناطق وقرى ذات أصوات كبيرة مسيطر عليها وتوجه كيفما أشاءت هذه القوى اللي موجودة في تلك المنطقة، وهذه تخلو من الشفافية والديمقراطية. واليوم المواطن يريد يدلي بصوته لسين، أنا أجي أوجهه على صاد وأجبره أنه ينتخب صاد. أعتقد هذه إذا ما تكون هناك رقابة يعني موجودة أممية، رقابة دولية، أعتقد الوضع سوف يعاد في نفس انتخابات 18، وهم نرجع للتزوير ونرجع لعدوى فرز جديد ونرجع للقضاء ونرجع مشاكل جمة في تلك المناطق. نعم جميل، سأعود لك يا شيخ. دكتور رمضان خلي أعود لك، التعويل على دور الأمم المتحدة يعني لا أعتقد أنه يكفي إن لم تكن هناك تعاون وجهوزية من قبل الجهة المنفذة وشركاء العملية السياسية. اليوم كل ما تحدثنا قالوا أنه يجب أن يكون دور للأمم المتحدة. إيش راح تسوي الأمم المتحدة بصراحة؟ طبعا مؤكد أنا من جديد أقول أنه عين الشعب السلطة، إذا ما الشعب نفسه يمارس سلطته وهيمنته وتوفر له فرصة فرض هيمنته، كل قوى الدنيا لا تستطيع أن تحمي حقوقها. وبالتالي الان احنا بين 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 عنوان، مره يقال انه البطاقه البايومتريه، وحقيقه البطاقه البايومتريه هي تعتبر حل ذات الاعتماد بشكل كامل، انه انا من اصوت اكيد صوتي ينحسب بالكمبيوتر مباشره وما حد يتلاعب به، وبالتالي انه انا افرزت الناس الفائزين من غير الفائزين بشكل مباشر بدون تدخل وبدون تاثير. لكن ما راح تتزور؟ نعم
وإذا بطاقة بيومترية يعتبر بالأجهزة وكل شيء إلكترونيك كل شيء بالكمبيوتر هنا بعد إذا قدروا يلعبون بالكمبيوتر هذا موضوع ثاني. وبالتالي مدى أين تكون الرقابة الأممية؟ يفترض أن تكون على كل المراحل بدءا من الاقتراع فالعد فالفريز اللي هو راح يكون طبعا إلكتروني هنا بالبطاقة البيومترية إلى الانتخاب. ما هو الانتخاب بأربع مراحل. مرحلة تروح أنت تدلي صوتك هذا يسمونه إنه إدلاء الصوت، ثم بعد العدوى الفرز البطاقات الناجحة من عدمها، ثم تجري عملية الانتخاب. إحنا هسا النظام الحالي إنه كل دائرة لازم تنتخب من عندها أربعة، وهذول الأربعة ليجب أنه يكونون هم أصحاب على الأصوات، وبالتالي هذه الأصوات الأعلى منهم طبعا إلكترونيكي ممكن يكون هذا الشيء بالتصويت الإلكتروني، لكن هل يجري تدخل في الأجهزة؟ إحنا ما نعرف حصانة هذه الأجهزة. هل الأمم المتحدة ستراقب خطوة خطوة؟ كم تستطيع أن تراقب وكيف نضبط هذا؟ مثل ما تفضل جناب الشيخ الكريم أنه إذا أكو ضغط أصلا على الناس، الناس تخاف، يعني يقول لك أنا ما أعرف حتى من أصوت، ما عندي ثقة بسرية صوت. كل هذه الأمور المعقدة أنا أقول في النهاية هو يوم الانتخابات مو هو التحدي. التحدي الأربع سنوات، يعني لو فرضنا أكو ميليشيا فرضت على الناس وخذت المقعد مالك، هذه المقعد الميليشيا راح تبقى أربع سنوات محاسبة أمام الناس. هذه عملية مهمة، لأنه أنت إذا ما تخلي هذه الجهة السياسية أمام الناس تحاسب وتراقب لمدة أربع سنوات، هذا ما راح يصير يضرب على شيء. الآن نصارف كل أربعة معا، إيش راح يصير؟ القوى السياسية لديها أقراص المفوضية طبعا، ومن أقراص المفوضية يعرفون جمهورهم من أي من أي مراكز ومن أي مناطق طبعا. راح يجلسون بيناتهم، يدخلون في تحالفات، واحد يقول للثاني انا عندي اغلبيه هنا، كمل لي اقليتك حتى نطلع لي بمقعد، وراح اعطيك الاقليه بهذه المنطقه اكمل لك اصواتك واطلع لك بنائب منك. حتى الوجوه الجديده راح تعاني كثيرا. كذلك انه مثل شخصيات مثل جناب الشيخ، مثل جناب الشيخ يفصح بمجلس المشرعين او الاتحاد لما يرشح على كل دياله ويكون جزء من المجلس العلوي اللي يدير العراق كله ممثل عن دياله، هذا دور يليق بي ويليق بدياله. لكنه اليوم الشيخ أين يرشح؟ على أي منطقة؟ قاعدته متفتتة، وعندما يرشح في تلك المنطقة إذا عمل بشكل جيد فجهده مشتت بين الثلاثة الآخرين، وإن هناك نائب سيء بين الثلاثة الآخرين سوف لن ينجز. لكن مع ذلك على الواقعين تصير العملية نخوة فزعة تطوع، ما يصير ماكو تضامنية بالتمثيل. إذن المشكلة أعود هي ليس في ذات الرقابه، الرقابه الشعبيه هي الحاسم الاول، والرقابه ليس في يوم الانتخابات بل لاربعه سنوات. طيب هي هذه فكره. طيب جميل، من الذي يسعى للتاجيل برايك استاذ رمضان؟ يعني السيد الصدر اسماهم مثيري الشغب يسعون للتاجيل، احزاب مثيري للشغب. الانتقال الدائره الانتخابيه من محافظه الى اربع الى 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 كوت حسب كوت النساء يشكل قلق لدى الأحزاب القائمة. هل نستطيع بناء إعادة بناء شعبيتنا بطريقة تضمن لنا الوصول أم لا؟ هذا أول تحدي يقلق الأحزاب، وبالتالي يقول لك إحنا نبقى على هذا الحال نعبر الأربع سنوات. ترى حتى عملية استزاف الموازنة له علاقة بهذا الموضوع، إنه أكمل أربع سنوات أسحب ما أستطيع حتى من احتياط العراق النقدي وأطلع، لأنه ما أضمن شنو يصير. هذه أول مسألة، هم قلقين نوع الدوائر الجديد ما عندهم، ما مهيئين. القضية الثانية التحالفات، ما أنت تعرف الشيعة متفككين والسنة متفككين وحتى الأكراد، يعني إلى الآن خارطة التحالفات السياسية ضبابية غير واضحة، ضبابية وما يعرفون كيف يبنونها مع هذا النظام الجديد طبعا. نعم. هذه قضية مهمة، هذه قضية رياضيات يعني. القضية الثالثة حتى الوجوه الجديدة والأحزاب الجديدة والناس الجدد يريدون يدخلون العمليه الانتخابيه، اولا هذول الجدد ما يعرفون قواعد الانتخابيه وين متوزعه، لانه ما سبق دخلوا انتخابات حتى تساعدهم اقراص المفوضيه. القضيه الثانيه انه ماكو بيناتهم تعاون وتكاتف، واحد يعرف الثاني، ولا يعرفون شعبيتهم، ولا يعرفون توزيع شعبيتهم، وراح يرشحون اعداد كبيره وتتشتت اصواتهم. وبالتالي احنا ما نتوقع راح يصير تغيير كبير، راح يصير فقط تغيير وجوه، ثم حتى هذه الاحزاب، ترى الاحزاب ما عندها كوادر حقيقيه، هي تستعمل وجهائنا. وهذه عملية خطيرة، يعني جاي يستعملون وجهانا في المجتمع، يحطونهم في القوائم ويقضون بيهم للبرلمان، وبعدين حتى هذه الوجهاء بدأت تخسر مكانتها الاجتماعية ظلما.
جميل. يعني هناك شخصيات كريمة محترمة جاي توصل للبرلمان بثقة ناسها، لكن طيب. من يوصل النائب للبرلمان يجد نفسه لا حول ولا قوة. جميل. هذه العملية خطيرة. جميل جميل، سأعود لك شيخ، خلي أنتقل لك بدقيقتين ومن ثم أعود لضيفي بدقيقتين، وقت انتهى. قبل أيام ضبطت قيود مزورة في خانقين ما يقارب 4333 قيد، هل هذه القيود لها علاقة بالعملية الانتخابية أو عملية تزوير الانتخابات أو عملية التغيير الديموغرافي في المحافظة، أم هذه ربما لأغراض رشا وأغراض مالية؟ تفضل. لا حقيقة هذه مو قبل أيام، هذا الموضوع قديم، يعني قبل حتى قبل الانتخابات 18، وتم تشكيل لجان تحقيقية من وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة، وأخذت اللجان على عاتقها التحقيق في هذه القضية. أعتقد هي كانت قضية مقصودة، لكن توقفت هذه القيود وتم تأشيرها في مديرية جنسية ديالى، دار الجنسية ديالى والمديرية العامة للجنسية، وحتما هي ممكن أن تكون ذات صلة بالانتخابات، لكن هذه قديمة ليست وليدة اليوم، قبل الانتخابات 18. نعم، لماذا أثيرت في هذه الأيام اللجنة التحقيقية والفريق التحقيقي أعلن عنها؟ لا التحقيق، اللجان التحقيقية قديمة تشكلت وأنا على تواصل وياهم، لكن الإعلام أثارها في هذه الأيام، وأكو كتب رسمية موجودة حتى عندي أقدر أزودكم بها، اللجان اللي تشكلت بها قديمة، وأنا على تواصل مع السيد مدير الجنسية العام وأيضا مدير الجنسية ديالة. نعم، طيب شيخ، عندي سؤال أخير، كالجبهة العراقية ناويين تنزلون بالانتخابات باسم الجبهة أم راح تنزلون متفرقين، يعني مشروع عربي وغيرهم هكذا؟ لا أعتقد الجبهة متفقة على أن تنزل يعني في هذه الانتخابات على أن تكون جبهة رصينة وتمثل جمهورها وناخبينها من خلال نوابها اللي موجودين الحاليين، وأيضا المرشحين الجدد اللي راح تنزلهم الجبهة على كل المحافظات. أعتقد أن هناك تفاهم سياسي في مع باقي أيضا الكتل السياسية اللي موجودة في هذه المحافظات، وإن شاء الله إحنا نتأمل ونتمنى للبلد أن يمر بهذه التجربة، وجمهورنا يعي لمن يصوت، وإن شاء الله الأمن والأمان لكل البلد. آمين. أستاذ رمضان بدقيقة واحدة، هناك خط أو تيار تشريني جديد ربما سيخوض الانتخابات، برأيك سينجح، ستكون له كلمة في الانتخابات القادمة أم صعوبة في هذه الانتخابات المبكرة؟ أنا أشك بأنه التيار التشريني سيجتاح البرلمان أو سيجري تغييرات كبيرة. التيار التشريني هو تيار شعبي غير منظم، وإن نجح في طرح المشكلة ليس بالضرورة أنه يعي كيفية الحل، ليس لديه خبرة في تنظيم نفسه وفق متطلبات العملية الانتخابية، قد تمر بعض الوجوه منها عبر تيار تشريني، ولكن سوف لن تكون مؤثرة في المشهد السياسي أو البرلمان بشكل مؤكد. وللأسف الشديد نقول كنا نتمنى لهم المرور من أجل التجديد والإصلاح، ولكن هؤلاء الشباب يعني يحتاجون إلى زمن وتجربة أطول حتى يكون لهم حضور مؤثر وفاعل. شكرا الأستاذ رمضان البدران، الباحث والخبير الدستوري، كنت ضيفي من الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الشيخ عبد الخالق العزاوي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية والنائب عن محافظة ديالى من بغداد، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، باسمكم أشكر ضيوفي الشيخ عبد الخالق العزاوي والأستاذ رمضان البدران، وأنتم أحبتي الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، نراكم غدا. هذا مقداد الحميدان، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.